والله إن هذا الحبيب يريد لنا الخير، أعطانا كنوزا للأسف معظمنا غافل عنها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهم: ثلاث أقسم عليهن. النبي يقسم صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحاجة للقسم، ولكن ليؤكد لنا أنه صادق، ويؤكد لنا أن هذا الكلام صحيح ودقيق. ثلاث أقسم عليهن: رقم واحد، عدوا معي أيها الأحبة، ما نقص مال عبد من صدقة. سبحان الله، إذا معك مليون وصرفت المليون لن ينقص هذا المال، كيف؟ سنتأمل بعد قليل. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا، بسبب صبره يزداد عزا. إذن الذي يصبر يكون عزيزا أيها الأحبة وليس ذليلا. الصبر عزة للإنسان، لذلك أنت عندما تتسامح مع الناس، عندما تعفو عن من أساء لك، عندما تصبر على من استهزأ بك، الله يزيدك عزا لأنك تصبر ابتغاء وجه الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. الشيء الثالث، شيء حقيقة مخزي فعلا، عندما تجد الناس أو إنسان يطلب ويسأل الناس ويسأل فلان وفلان وينسى هذا الإله الرحيم: ولا فتح عبد باب مسألة، يعني بدأ يسأل الناس أعطوني وكذا، إلا فتح الله عليه باب فقر. سبحان الله، كلما سألت الناس أكثر كلما ازددت فقرا، حتى لو معك مليارات أنت نفسك فقيرة، نفسك شحيحة. نحن نرى اليوم أناس معهم المليارات ولكنه بخيل شحيح، لا يشعر بالسعادة، لا يشعر بالغنى، لا يشعر بالعزة، لأنه يسأل الناس، يسأل الناس الأموال والدنيا ومتاع هذه الدنيا ويسأل باستمرار، وبالتالي الله عز وجل يزيده فقرا. سبحان الله، أنا سأتأمل بسرعة هذه الأشياء الثلاثة أيها الأحبة، ينبغي أن نتدبرها. النبي يريد أن يؤكد لك أنك مهما أنفقت من مالك لن ينقص، ما نقص مال عبد من صدقة. طيب كيف؟ أنا معي 1000، أنفقت 500، بقي معي 500، كيف؟ يعني رياضيا أو إحصائيا أو حسب علم الاقتصاد نقص، ولكن هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى سيصرف عنك شرا بمقدار هذا الذي تصدقت به؟ قد يصرف عنك حادث أو مرض، الإنسان يمرض أحيانا، فما الذي يحدث أيها الأحبة؟ ينفق المال، بينما إنسان يتصدق ويعطي هذا المال للفقراء، الله يصرف عنه هذا المرض وبالتالي المكسب معه. إذن المال لا ينقص بشكل حقيقي يعني. ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله سبحانه وتعالى عزا بهذا الصبر. إذن أيها الأحبة، عندما تصبر على الفقر، تصبر على الجوع، تصبر على الخوف، تصبر على أذى الناس، تصبر على أذى الأهل أو الزوجة أو الجار أو في كل أي شيء من أنواع الصبر، تزداد عزا. يعني أصبحت أنا الآن بعد أن سمعت هذا الحديث أحب الصبر، عندما يؤذيني أحد يعني أصبر وأحتسب عند الله وأشعر بسعادة وأشعر أنني عزيز، لأن الله هو الذي يعز ويذل أيها الأحبة، ليس المال. يخطئ من يقول المال أو المنصب هو الذي يعز، أو لا،
الله هو الذي يعز ويذل سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل هو القادر على كل شيء، وهو بيده كل شيء، وهو الذي يمنح العزة لأنه هو العزيز. يقول تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. الله يعز الصابرين وليس الأغنياء أحبتي في الله. لذلك يجب أن تحب الصبر، لا تكتئب هكذا وتحزن وتجزع وتشعر بالقلق، لا، اصبر، لأن الجنة لا يدخلها إلا الصابرون. ما هو الدليل؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا. كل الأنبياء صبروا، هل أنت أفضل من الأنبياء؟ هل أنت أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم صبر هذا النبي الكريم؟ صبر كثيرا. لذلك والله أيها الأحبة، الصبر شيء، الصبر ضياء. في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والصبر ضياء. فلذلك يعني أنا أعجب من إنسان يرزقه الله الصبر، يعطيه الصبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أعطي المرء عطاء أوسع من الصبر، ثم يرفض ويشمئز ويشكو الله لعباد الله ويتذمر. لا يا أخي، الصبر عاقبته إن شاء الله الجنة. أما القضية الثالثة، ما فتح عبد ولا فتح عبد باب مسألة. يعني اليوم للأسف كثير من الناس فتح هذا الباب، ولذلك نجد كثير من الناس فتحت عليه أبواب الفقر لأنه فتح باب المسألة. الغني هو غني النفس أيها الأحبة. لا تسأل أحدا، قل يا رب أنت دبر الأمر. هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يهيئ كل شيء، هو المسيطر على الكون. لذلك والله أيها الأحبة، هذا الحديث من جوامع الكلم يريح النفس. ليس هناك إنسان إلا ولديه بلاء، كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا. يعني انظروا الآن وباء كورونا، وكل يوم فيروس جديد وأسماء جديدة ومخاوف جديدة من الغلاء والوباء والبلاء. طيب ماذا تفعل؟ اصبر. حتى لو كنت غنيا اصبر، الصبر يزيدك عزا وضياء تجده في قبرك. ولا تفتح باب مسألة، وأنفق ولو القليل، اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تطعمها الإنسان فقير قد تكون سببا في دخولك الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بهذه الأحاديث، هذه الكنوز أيها الأحبة، وأن يرزقنا العمل فيها، وأن نكون مع حبيبنا عليه الصلاة والسلام جميعا في الجنة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.